وآية الحجاب والتيمم. آية الحجاب نزلت، هذا معناه أن الحجاب دين، عبادة وليست بعادة، عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، وتركها عصيان وسفور وفجور، نسأل العافية والسلامة. وهذا الدين الإسلامي جاء بكل خير، كرم المرأة وحفظ لها كل الحقوق، كان ليس لها حقوق، بل اليوم يعني أخرجوها من كل حق لها، حفظ لها الإسلام وقالوا لها التعليم فرض واجب، واجب حتى ولو بالصين لا تتواني، اخرجي واترك الحجاب واتركي كذا واتركي كذا. والتيمم، وسبحان الله هذه الذرية، هذه العائلة عائلة مباركة، عائلة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد عقد لأم المؤمنين عائشة، فقد العقد وأخذ الصحابة يبحث عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانتهى الماء ففرضت، فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالوا: أنتم عائلة مباركة، بارك الله سبحانه وتعالى فيكم، بسبب فقدان عقد لأم المؤمنين عائشة نزلت آية التيمم، مفهوم؟ أي نعم. فإذا الإنسان فقد الماء أو ما استطاع على استعمال الماء، ماذا يصنع؟ يتيمم، رخصة ولله الحمد. نعم.